أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. طبعا بدي جدد ترحيب بالدكتورة أمل الملا، استشارية ورئيسة قسم النساء والولادة والعقم والأخصاب. أهلا بك من جديد دكتورة أمل. قبل ما نبدأ بالنقاش والحوار رح نشوف إنفوغراف طبعا عن موضوع محدد فيما يتعلق بالسيدات الحوامل، ورح نرجع للنقاش. إذن مشاهدينا، تعاني السيدات الحوامل في الشمال السوري من مشاكل صحية جمة بسبب ازدياد حالات النزوح والاكتظاظ السكاني. دعونا نشاهد هذه المادة وسنعود للحديث بعدها. منطقة إدلب المتأثرة بحركات السكان حالياً تعاني نحو 920 ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب من اضطراب في خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والسبب يعود لارتفاع حالات النزوح واكتظاظ الأعداد. من بين هؤلاء النساء هناك قرابة 78 ألف امرأة حامل. من المتوقع أن يولد نحو 9700 طفل كل شهر، منهم 23% سيولد عن طريق الولادة القيصرية. تعد الجهود المبذولة للوصول إلى السكان البعيدين وضمان الرعاية الأولية الجيدة والإحالة المبكرة من الأمور الحاسمة في إنقاذ حياة الأمهات. على الصعيد العالمي، ستواجه واحدة من كل 7 نساء مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة. هناك أكثر من 303,000 حالة وفاة بين الأمهات كل عام، 99% منها تحدث في دول العالم النامي. وفي كل عام يموت ما يقدر بنحو 3 ملايين طفل حديثي الولادة في الأسابيع الأربع الأولى من الحياة، أي فترة حداثة الولادة للأطفال، ما يزيد عن 2.5 مليون مولود تقريباً يولدون ميتين، حيث يموتون في الرحم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. وتحصل ثلثا وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، و45% من وفيات الأطفال حديثي الولادة في الدول المتأثرة بالنزاعات الحديثة أو الكوارث الطبيعية أو كلا الأمرين. إن يوم الولادة هو الأخطر، فهناك نسبة تتجاوز 40% من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة والمواليد الذين يولدون ميتين تحدث في الساعات 24 الأولى بعد الولادة. والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات هي النزف وارتفاع ضغط الدم، كذلك الإنتان ومضاعفات الإجهاض غير الآمن. من جديد مشاهدينا، طبعا برحب بالدكتورة أمل. ودكتورة، مثل ما شاهدنا بالمادة اللي تابعناها قبل شوي، في حركة نزوح، في اكتظاظ سكاني بمناطق معينة بسوريا، كيف ممكن يأثر هذا الشيء على السيدات الحوامل؟ طبعا الله يعني يفرج، ان شاء الله الله يفرج كربهم باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شيء محزن طبعا انه السيدة الحامل هي مفروض في هذا الوقت هي فترة حرجة من حياتها، أوكي. هي فيها نتعامل مع شخصين، الجنين والأم. فوجود إنه الظروف الصعبة هاي طبعاً هي بلا شك يعني لها أثار سلبية للغاية على الجنين وعلى الأم في مختلف مراحل الحمل. بداية من عدم توفر الغذاء الصحي، الافتقار إلى النظافة الجيدة أو اللي هي الغسيل الخضروات. الاكتظاظ نفسه يزود من وجود أمراض. وجود السيدة الحامل معناها أن مناعتها قليلة عن غيرها، فممكن بسهولة جدا يعني ممكن يصيبها أي مرض بسهولة، مثلا السعال ولا الكحة ولا الالتهابات ولا وات إيفر. فهي أكثر من عرضها من غيرها عرضة للهاي. عدم وجود الغذاء الصحي وعدم وجود الوسائل التعقيم أو وسائل النظافة لوجود الاكتظاظ، هذا ممكن يؤدي إلى التهابات طبعا فيها. مروراً بأنه طبعاً تفتقر الرعاية الصحية اللي المفروض أن أي حامل تحصل عليها، صحيح. فبالتالي يكون أني حامل ما نعرف عنها شيء، ما نعرف هل هي مصابة بسكر، هل هي مصابة بضغط، هل أصلاً كان الحمل مناسب لإلها ولا لا، يعني هل ممكن هل في كان مرض قبل يمنعها من الحمل أو لا. هاي الأشياء كلها سلسلة متواصلة مع بعض إلى أن تيجي مثلاً فترة المخاض أو الولادة، نعم.
نضيف عليها أول شيء عدم وجود الطاقم الطبي المؤهل، أوكي؟ قد مثلا تساعدها أحد القابلات، برضو نفس الشيء ما في ظروف اللي هي التعقيم المهمة. تعقيم صحيح. مثلا ما نقدر نعمل مثلا متابعة قلب الجنين أثناء الولادة، فبالتالي ممكن يكون فعلا الجنين تعبان وممكن نفقد الجنين أثناء الولادة. في أحيان أخرى تكون الولادة متعسرة، ما في إمكانية نحن نعمل قيصرية، طيب. وبالتالي تتعسر الولادة وتتعسر إلى أن الأم مثلا ممكن نفقد حتى حياة الأم هاي. طيب، بشكل عام منظمة الصحة العالمية دكتورة أمل بتقدر أنه نحو 3 ملايين طفل بيموتوا بشكل طبعا سنوي، خاصة بالأشهر الأربعة الأولى من الحياة. شو ممكن ننصح الأشخاص بهذا الوقت بالتحديد، تحديدا النساء الحوامل، يعني ممكن تخليهم يتخطوا هاي الأزمة أو يتخطوا موضوع لا سمح الله طبعا حالة الوفاة للأطفال حديثي الولادة؟ قصدك الأطفال اللي هو بعد الولادة؟ أي أول شيء طبعا ممكن يكون أحد أسباب أنه الطفل ممكن نفقد الطفل العيوب الخلقية، يعني في تشوهات خلقية في الطفل، أو أنه عدم يعني ولادة في مكان غير مجهز لاستقبال مثلا جنين اللي هو الخدج، الأطفال الخدج. نعم. فمن أحد أسباب أهم أسباب الوفاة الجنين في أول 4 شهور ممكن الافتقار إلى النظم اللي هي رعاية الأطفال الخدج، أو عدم الولادة في مستشفى مختص، خصوصاً لو السيدة مثلاً في الشهر 7 أو الشهر 8 وفاجأتها ألم المخاض، يجب أن تتحرى أنها تولد في مكان يكون فيه تجهيزات معينة. يعني ما ينفع أن السيدة يجي لها الألم المخاض وهي في الفترة هاي وتروح على مركز صحي مثلاً، فلازم تروح على مستشفى. وأحسن وأحسن طريقة أنها تنقل الجنين هو لا يزال في بطنها، لا يزال في الرحم. هذه الطريقة أنها تضمن أنها المكان اللي بتولد فيه يكون مكان مجهز. الأشياء الثانية مثلاً التشوهات الخلقية، في أحياناً مثلاً ممكن نتجنبها أو نجهز نفسنا نحن لاستقبال هذا الجنين لو إحنا كنا متابعين الحمل ومسوين السونار ومسوين الأشعة التلفزيونية ومشخصين المرض ومشخصين الموضوع شو بعدين. يعني مثلا أحد الحالات مثلا هو مثلا في الفتق في الحجاب الحاجز، أوكي؟ هاي الفتق في الحجاب الحاجز لو أنا مشخصت لنا قبل، أوكي؟ في فرصة 100% للطفل يعيش، يعيش طبعا، لكن لو تولد، أوكي؟ 100% يموت. صحيح، تمام؟ فهاي أشياء ممكن نتجنبها. طيب، استمتعنا كثير بالحديث معك دكتورة أمل مولا، طبعا الاستشارية ورئيسة قسم النساء والولادة والعقم والأخصاب. شكرا كثير لك طبعا لتواجدك معنا بهاي الحلقة.